وجه السمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وجه بمواصلة الحملة الوطنية التي تحمل شعار عشان هذا العلم، والتي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك لدعم مشاركة منتخباتنا الوطنية في دورة الألعاب الأولمبية 32 في أولمبياد طوكيو 2020. وأكد سموه أن الحملة حصدت أصداء واسعة وتفاعلا إيجابيا، لأنها تعكس قيم التضحية والإيثار والمثابرة من أجل رفع اسم الوطن والعطاء من أجل هذا العلم الذي يعتبر رمز الولاء والانتماء والسيادة. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن حملة عشان هذا العلم أصبحت أيقونة في مختلف المجالات، وألهمت مختلف القطاعات، واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي استجابة لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التي أطلقها إبان مشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا. وها نحن اليوم نتطلع لمواصلة هذه الحملة الوطنية في مشاركتنا بأولمبياد طوكيو 2020، والتي تمثل أكبر تظاهرة رياضية عالمية، بالإضافة لكونها أكبر مشاركة في تاريخ المملكة من حيث عدد الرياضيين وبأكبر عدد من الألعاب، والذين سيشاركون تحت مسمى فريق البحرين. وأكد سموه على أهمية تضافر الجهود بين اللجنة الأولمبية البحرينية وسائر الجهات الرياضية الرسمية الأخرى والاتحادات الوطنية المشاركة من أجل الترويج للحملة الإعلامية الوطنية عشان هذا العلم، وعلى أكبر نطاق بهدف الوقوف مع منتخباتنا الوطنية وتشجيعهم على التميز وتقديم أفضل ما لديهم في الأولمبياد. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام المحلية الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي الرياضية والعامة لإنجاح الحملة الإعلامية، متمنيا سموه أن تتكلل جميع تلك الجهود بتحقيق نتائج إيجابية تتواكب مع الطفرة الرياضية التي تعيشها المملكة في ظل الرعاية الملكية السامية للحركة الرياضية.